بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نوال. ربنا ثبتنا على لا إله إلا الله محمد رسولك عليه سلامك يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. احنا عندنا في الفلسفة الإسلامية الشيخ الفلسفة ابن سينا، الله أعلم به هل هو شيخ أو هو فيلسوف أو يجمع بين الأمرين. ادعو، ولكن عنده مقال زاد: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ليست الحكمة يتيمة بل لها ما يصحبها. شوف الآداب الإسلامية اللي هي نابعة من رب المخلوقات جميعا، البشرية والجنية وما سوى ذلك. الحكمة والموعظة الحسنة، لا تري بال، لا بيليسيم اكزوتاسيون او بيان. تو ربك يدعو هذا وبعد يكر دينه او ينعتوا بما لا يليق، اي في عذب سبحوه ينزوه، يقولون ما لا يعلمون، يحسبون هكا حاجة بسيطة، وعند الله عظيمة أن تنسب لله ما لا يليق به، كما الكلام اللي في تونس. قال: كان مسلم خير المسلمين. في أن واحد يقول لك: أنا لا بالقرآن ولا بقضاء القرآن ولا بقضاء الإسلام ولا بفقه الإسلام. عندهم فقههم فقه تعطيل التعاليم الإسلامية بما فيها الآية التي لها صلة بتوزيع الميراث، ولا هم الخالقين ولا هم في مكان الخالق الحقيقي الأوحد، وهم اللي شرعوا ويطردوا ما بقي من تشريع الإله سبحانه وتعالى.